هذا الأسبوع في كلامنا واعن، هل يقع الرجل في حب شكل المرأة أو شخصيتها وخفة ظلها؟ إزاي نواجه التنمر ونحقق أهدافنا في الحياة؟ وكيف نحول اختلافنا إلى ميزة تصنع لنا مكان مهم؟ أسئلة ومواضيع وكثير من الآراء نتحاور فيها مع نجمتنا شيماء سيف في كلامنا واعن. كلامنا واعن غداً 11 بتوقيت بغداد على MBC العراق.